دلوقتي نزلنا الشارع وهنسأل الناس توصف طارق حامد بكلمة واحدة. تعالوا نشوف الناس هتقول ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. زملكاوي؟ اه طبعا وليا الشرف. طيب لو عايزك كده تبص للكاميرا وتوصف طارق حامد بكلمة واحدة. فينومينال. ظاهرة. ده ظاهرة لن تتكرر. جرينتا، قوة، شخصية في الملعب، ثبات في الأداء. حقيقي من اللعيبة، في لعيبة بتعمل تاريخ وفي لعيبة بتكتب تاريخ. طارق حامد من كاتبي التاريخ في كرة القدم المصرية. طب لو هتختار كلمة واحدة؟ فينومينال. صحيح. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ يسر. استاذ يسري، لو عايزك تبص الكاميرا وتوصف طارق حامد بكلمة واحدة هتقول ايه؟ طارق حامد ما توصفش، طارق حامد ده نجم مصر كلها. عايزك تبص للكاميرا وتوصف طارق حامد بكلمة واحدة. لو اولا طارق حامد مش ينفع معاه كلمه. طارق حامد المجهود اللي بيعمله ليه سنين مع الزمالك والمستوى الثابت محتاج ايام وساعات عشان يتوصف. فلو في كلمه واحده فطارق حامد القائد الفعلي للزمالك والمنتخب مصر. لو توصف طارق حامد بكلمه واحده توصفه تقول له ايه؟ اوصفه هو نفسه حاجه ما حصلتش، حاجه ما اتكررتش. بس يا ريت بس كروشي ينزل لي شويه. زملكاوي اكيد. الحمد لله. جدا اكيد. طب عايزك تبص للكاميرا ووصف طارق حامد بكلمه واحده. هو طارق طبعا ما بيتوصفش، يعني طارق من اول ما دخل النادي من 2015 طارق ثابت، ما يعني مستواه ثابت. لو طارق حامد هيديك 50% من قوته، لعيبه مصر كلها هتبقى 100% من قوته. يعني طارق حامد ما بيتعوضش. طب توصفه بايه؟ كلمه واحده. قلب الاسد. كلمتين. الملك. 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 ملك خط النص. طارق حامد مش عارف هتقول عليه الوتد، تقول عليه ايه؟ تقول عليه الراجل، عليه جماهير الزملكاويه في مصر وفي العالم العربي كله. اقوى هاف ديفندر جه بعد اسماعيل يوسف، كابتن اسماعيل يوسف طبعا. تامر عبد الحميد، كابتن دونجا طبعا، حبيبنا كل حاجه. لكن طارق حامد ده حاله غريبه، تحس ان هو الراجل ده كان من براعم واشبال نادي الزمالك. مش توصفه بكلمه واحده تقول ايه؟ وتد.